سيدي الله ملك الحمد كنا منقومين غير نبكي وحنا ولا ولادنا. وذاب الله ملك الحمد يحيى الملك. الله ينصرو الله ينصرو الله ينصرو الله ينصرو فرحانين. الله ملك الحمد الحمد والشكر لله تعالى وبركاته. يحيى الملك. شردونا سيدي الله يا ودي الله راح يرمونا بالرافعين يرمونا وحنا مولادنا وبيعنا متاعنا وشرينا الطريف ديالنا العرض بالحدود ديالنا بكل شيء ديالنا ويرمونا فين يرمونا. ويحيى الملك. ما تصوروش هاد الفرحه ديالنا فرحانين عدم قبول الدعوه ما عنديش راس صوركم الفرحه ديالنا ضربوا لنا السلحه وما تشوف كنشجعوا الناس السلحه وما تشوف ووقفوا يد وحده ودابا كنصوركم شي الفرحه ديالنا فرحانين بزاف 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 وشكرا الناس السلحه وما تشوف. نحيي ساكنه حي بن كيران على الانجاز اللي وصلنا له ان شاء الله بفضل الساده القضاة والساده المحامون. وحاليا الحمد لله المحكمه حكمت في الصالح ديال السكينه بعدم القبول الدعوه. وحنا كنشكروا من هالمنبر الساده الصحافه والساده القضاة والساده المحامون واللي واكبنا واللي سادتنا كامل كنشكرهم من هالمنبر هذا. وعاش جلاله الملك. ونحن ساكنة حي بن كيران لا نتخلى عن حقنا. وحنا ما حناش محتلين، حنا دخلنا بوجه المدخل، عندنا الملكيات ديالنا وخسرنا فلوسنا وبنينا المنازل ديالنا وسكننا فيهم ولدنا ولادنا ولادنا ولد ولادهم الى اخره وحز زمان طويل الى اخره. علاش هاد الناس على الساعه ماشي فين كانوا؟ والشركه غير قانونيه ماشي بحالها ما بقاش تدور عندنا هنا في الحومه، الا دارتنا في الحومه غادي كل الامور ديالها ماشي هي هذيك. الله يرحم والديهم والله يعاوننا والله يسرنا ويسر مالك ديالنا ويسر الشعب ديالنا. وحنا مشبر بعضنا هايدا ما فرقنا حتى فرقنا الموت، حنا كندافعوا على ولادنا وعلى السكن ديالنا. الحمد لله والله يرحم الوالدين هاد القضاء وهاد المحاميين وهاد الكاميرات وهاد الشيء الله يخليهم الله. كنشكروا المنابر الاعلاميه الحره اللي وصلت القضيه ديالنا الراي العام الوطني والدولي والناس ساندونا. وكنشكروا اي واحد ساندنا من قريب او بعيد. انا ساند القضيه ديالنا العادله لساكنه حي بن كيران حومه الشوك. الناس الطيبين الناس اللي عبروا الحق ديالهم بطريقه سلميه وصراحه. وكنشكروا هيئه الدفاع اللي 17 واحد وانا شدوا على ايديهم ونحييهم وكنقولوا لهم بان بسببكم اننا انتصرنا هذا النصر هذا. كنا كنتوقعوا ان عدم اختصاص ولكن الحمد لله جات بعدم قبول الدعوه وهذا نصر كبير. تحيه لكم. الحمد لله اليوم بطبيعه الحال الساكنه يعني فرحانه كيف ما كتشاهدوا كيف ما كتشوفوا يعني بالاحكام القضائيه في الملفات المدرجه في الملف الاستعجالي بالمحكمه الابتدائيه بطنجه اللي توجهت مغلبها بعدم القبول. هذا انتصار لحي بن كيران، انتصار للساكنه، انتصار للقانون، انتصار ربما واحد الحق اللي كيامنوا به الساكنه ديال حي بن كيران. الحمد لله اليوم المجهود ديال الدفاع والتنسيقيه ديال المحامون بطبيعه الحال اتى اكله. الشركه المدعيه لم تستطع اثبات حتى صفتها في هذا الملف هذا، بالتالي قوبلت بعدم قبول الدعوه. بطبيعه الحال هذا حلقه من الحلقات ديال التقاضي. احنا مستمرون ومتتبعون لهذا الملف في حاله ما اذا كان هنالك يعني استئناف. بطبيعه الحال لمن لم يعني بطبيعه الحال لم يعجبه بطبيعه الحال يعني هذا الحكم هذا له الحق بطبيعه الحال في استئناف هذا الملف، بالتالي الشركه لها الحق في استئناف هذا الملف هذا. ونحن ان قامت باستئناف هذا الملف هذا فنحن بطبيعه الحال سنكون متواجدون وندافع عن حقوق الساكنه اللي هو حق اصيل واللي هو حق مشروع واللي هو حق بطبيعه الحال يؤمن به او تؤمن به هيئه الدفاع ديال الساكنه هذه. بطبيعه الحال احنا ان شاء الله غادي نكونوا متواجدون وفي انتظار ذلك ان شاء الله يعني كنوجه لكم التحيه وكنوجه لكم بطبيعه الحال كامل التقدير. الحبيب ديالي هذه واحد الفرحه من عندي يا ربي. الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، الله هذه خلي له ربي وليداته، الله يخليه على العرش يا ربي يا ربي. الحمد لله الحمد لله وليدي الحمد لله. إذا كنا خوفانين الحبيب ديالي نتشردوا 52 عام يا بابا وليدي فين نمشي مريضة بالسكر طانسيو. والحمد لله الحمد لله كنشكروا أي واحد لا من المحاميين ولا من الصحابيين ولا من كلش كنشكروهم والحمد لله رب العالمين. والله إلا كنا خوفانين وراه هنا تبارك الله الأمة هنايا ماشي عواعيد. الله يرحم والديكم. كتنتظروا هذا الحكم يكون في الصالح ديالكم؟ لا
الحمد لله تفاجأنا وربي انصر هادشي، ربي انصرنا انصرنا ربي حبيب. الحمد لله كانت عندنا ثقة الحمد لله في الله عز وجل وفي القضاء ديالنا النزيه، وعارفين الحمد لله والساكنة مضامنة مع بعضيتنا، كانت عندنا ثقة كبيرة في القضاء ديالنا، ما غاديش يبخلوا علينا، ما غاديش يقدروا يترشوا الشعب ديالهم، وكان الحمد لله كنقولوا لهاد الناس هادو اللهم لك الحمد ولك الشكر، لدرجة اللي ما بقيناش كنقدروا نعبروا على الفرحة ديالنا، اللهم لك الحمد ولك الشكر، ما كانتش متوقعة حقيقة، ما كانتش متوقعة، ولكن كان عندنا الثقة في الله عز وجل وفي القضاء النزيه ديالنا. الحب ناضل يعني صالح ساكينة، الحب مزيان صالح ساكينة، وحنا ساكن أبناء الحي، شي هاد المحاميين تربوا معانا في الحومة الطفولة، حنا تعبنا والأبناء الحي حنا ثقنا فيهم، حنا عندنا اليد في اليد. الحمد لله ربي ما خايبناش. كنشكر المحامين طنجة د الحومة الشكر يوقفوا معنا هاد الوقفة احتجاجية، وكنشكركم تانتم، كنشكر الصحافة، كنشكر المغاربة كاملين من طنجة حتى للكويرة، الله يرحم الوالدين على هاد الشيء، على هاد الوقفة اللي وقفتوا، هادو المسلمين هيدا يكونوا المغاربة يد في يد.